هيدي مدرسة ميري عرب كمان، يعني كانوا يعلموا فيها القرآن والعلوم الأدب وكل شيء بالقرون الوسطى. يعني تعتبر إذا بدكم المدرسة كناية عن مدرسة إسلامية ذات طراز جميل جدا جدا جدا. هلا رح نشوف. واو، هيدي بظن أهم مدرسة بمدينة بخارى، وهيدي أهم مدرسة ببخارى، مدرسة ميري عرب. مدرسة كمان قديمة جدا جدا. واو، ليكو الأضوية. وهيدا أكبر جامع ببخارى، جامع قلان، بيعود تاريخه للقرن السادس عشر الميلادي، يعني حوالي 500 سنة. وهيدي المنارة رائعة جدا، هلا رح قرب صور من تحتها. هيدي بنيت بالقرن 12. وللي ما بيعرف منكم شو هي المنارة بالثقافة الإسلامية، هي بكل بساطة كان يطلع المؤذن ويتلي للصلاة، يدعي الأشخاص تيحضروا الصلاة تيفوتوا على الجامع. هلأ رح نشوفها من قرب، رائعة جدا. وهيدي المنارة. رائعة جدا، بنيت بالقرن 12 حوالي 30 أو 40 متر. Здравствуйте. Можно снимать? Да. Уайда. Жемя рая жиддан. يعني فعلا هيدي المدينة حافظت على الإرث أو على الطابع الإسلامي من القرون الوسطى. هيدي الهندسة المعمارية الفريدة من نوعها جدا. لكن هيدا جامع القلان من ورا، هو مبني بالقرن السادس عشر مثل ما سبق وقلت. لادا إفريوير.
these guys have invited me over to dinner. Thank you so much. And I'm vegetarian. And I'm vegetarian. And they didn't like the fact that I'm vegetarian. Look at these carpets. So you're Sabrina, right? No, Sabina. Sabina. So Sabina owns this wonderful shop, carpet shop. Ajami. Beautiful designs. هيدي أغلى سجادة عندي إياها بالمحل وحقها 85,000 دولار للي بيحب يشتريها. بدو يجي على بخرى اللي حابب يشتريها. سليكو التفاصيل أكيد معمولة من حرير مثل ما عم بتشوفوا. تفاصيل دقيقة وشغل دقيق كتير. It took 4.5 years to do it. 4.5 years أخديت. How many people worked on it? Three girls. Wow. 3 بنات اشتغلوا عليها مدة 4 ساعات و 4.5 years لقدروا يخلصوها. Wow. Thank you so much for the lovely hospitality. Guys. يا ريت قدرين تشوفوه. عتمت هون ما بقى في ضوء للأسف. أنا فالي بعد كم ساعة على غير مدينة على سمرقند. بس هيدا هون عم نشوفه هو أقدم بنا موجود ببخارا وبعده واقف لليوم. هي كناية عن أرك بالإنجليزي أو قلعة. قلعة كبيرة وكانت بتحوي هيدا القلعة. ما قلت لكم قد ايه عمرها. من القرن الخامس الميلادي. هلا رح نشوفها من قدام احسن ان شاء الله. لكن هيدا الكومباوند اذا بدنا كان يحوي كانت هي المدينه. يعني هي هيدا مثل امتداد بنص المدينه القديمه وكانت بتحوي كتير اشياء مثل مثلا محل ما العائلة المالكة كانت تقعد مثل بيوت لإلها. كمان الاشياء الادارية واللوجستية والعسكرية كانت كلها المؤسسات جوا جوات هيدا الكومبلكس الكبير. هو امتداده لورا اكتر بس ما رح يبين شي بالكاميرا. يعني عم جرب صور محل ما ضاري بالضوء. هلا هون في هيدا الجامع انبنى بالقرن ال 17. هيدا الاكستنشن هون شايفينه بالقرن ال 17 انبنى. هيدا اسمه جامع الجمعة. هلا كان هيدا تم بنائه كدفاع للمدينة وهي كانت المدينة بحد ذاتها يعني بالقرن الخامس. بس اكيد هول الاحجار اللي شايفينها كلها رجعت المدينه كذا مره على كذا مرحله. دمر هيدا الكومبلكس ورجع تعمر. وبال 1920 الريد ارمي او القوات المسلحه الحمراء او السوفييت حرقوا جزء كبير منها ورجعت اتعمرت يعني كذا مرحلة. بس انه هيدا قصتها قديمة كتير. وهيدا جامع البولو هاوت. جامع رائع جدا. هيدا من انبنى بأوائل القرن ال 18 يعني بال 1700 وشي. وبيتمتع ب زخرفات ملونة كتير حلوة بالسقف بالإضافة للخشب اللي بعدهم محتفظين فيه من القرن الثامن عشر. منيح السوفييت ما حرقوا الخشب. واو.
هلأ عم بنتبه إنه مش بس من فوق الخشب، كل الكولنز، كل الأعمدة من خشب، كلها مصنوعة من خشب. واو، هلأ انتبهت، كنت مفكر بس فوق. هيدي المنارة من برا، هيدي منارة كيوت، زخطورة مش مثل هيديك، حلوة. وهيدا باب المنارة من تحت، كله كارفد خشب، وهون كان يفوت المؤذن ويطلع لفوق كرمال يهي العالم للصلاة. رائع جدا. يعني بصراحة كتير حبيت كيف مدخلين حجر الأرميد، كيف مدخلين الخشب بحجر الأرميد بالعمار. يعني كتير فريدة من نوعها، هيدا الستيل بالعمار. لاحظوا كل الأعمدة معمولة من خشب كله، وشغل حفر دقيق جدا. جاي بفرجيكم الشغل.